تأتي هذه الاحتفالية البسيطة بحضور نادي الأسير الفلسطيني تتويجا لنجاح ابننا في السجون الإسرائيلية ماجد طقاطقة الذي أمضى حتى الآن حوالي 15 عام، وتم أيضا نجاحه في جامعة القدس المفتوحة وهو أول طالب يتخرج من جامعة القدس المفتوحة أثناء سجنه، وهذه يعني بادرة جيدة جدا نثني عليها. نشكر نادي الأسير الذي رعى هذا الاحتفالية والذي أيضا نسق مع جامعة القدس المفتوحة لعمل هذه الدراسات. يعني هدف الزيارة هي المباركة للأسير ماجد طقاطقة الذي أقبع في سجون الاحتلال والذي تخرج من جامعة القدس المفتوحة وهو داخل السجن ضمن سياق العملية التعليمية التي بدأت في السجون بالتعاون وبالاتفاق مع جامعة القدس المفتوحة، ونعتبر هذا إنجاز كبير للمعتقلين أن يبدأوا باستكمال تحصيلهم العلمي داخل السجون رغم السجن، رغم الظروف الصعبة، رغم المعاناة الشديدة. أولا أقدم الشكر إلى فضائية الحقيقة الدولية على اهتمامها بشؤون الأسرى واهتمامها على معاناة الشعب الفلسطيني وهمومهم، وتعني هذه الزيارة لرفع معنويات الأسير الفلسطيني الذي يواظب حياته في داخل السجون، وإن السجون لن تثنيه عن تقديم علمه العظيم في داخل السجون الإسرائيلية. وإني أخص بالذكر رئيس الجامعة، رئيس جامعة القدس المفتوحة ياسر عمر وجميع مدرائها، مدراء الجامعات الفلسطينية في الوطن، والدكتور علي صلاح مدير جامعة القدس المفتوحة في فرع بيت لحم، ووزير شؤون الأسرى السيد عيسى كراكع، ومدير شؤون الأسرى والمحررين في محافظة بيت لحم منقذ عطوان، وجميع القائمين على هذه الزيارة. جامعة القدس المفتوحة أعطت الفرصة لهذا الأسير ولباقي الأسرى بممارسة الحياة والتحدي، وأن يبقى طموحه بالحياة كبير جدا، حيث بالتنسيق مع هيئة الأسرى مع الوزير الأخ قراكع تم من خلال جامعة القدس المفتوحة تمكين كل أبناء الأسرى الذين يريدون استكمال تحصيلهم العلمي بأن يستكملوا دراستهم، وفعلا هناك أكثر من 600 أسير من ضمنهم الأخ ماجد طقاطقة استطاعوا أن يسيروا في تحصيلهم العلمي لتمكينهم ولبقاء ملء الحياة بالعيش مستمر. وكان هذا العام أن خرجنا أول أسير وهو ماجد طقاطقة بأن تم تخريجه من جامعة القدس المفتوحة.